أبو زيان السعدي الناقد الذي كان. غيب الموت الناقد التونسي أبو زيان السعدي الذي يعتبر من أبرز الوجوه الثقافية في تونس والوطن العربي. ولد عام 1937 وبدأ دراسته في جامع الزيتونة ليسافر لاحقاً إلى القاهرة، حيث نال درجة الإجازة في الأدب العربي، وعاد إلى تونس ليقوم بمهنة التدريس، لينصرف بعدها إلى عالم الصحافة والنقد الأدبي، كما أشرف على عدد من الملاحق الثقافية لبعض الصحف والمجلات التونسية، فضلاً عن إلمامه الكبير بأعلام النهضة الأدبية والفكرية العربية في القرن 19 والنصف الأول من القرن 20، كطه حسين وعباس محمود العقاد ومصطفى صادق الرافعي وسلامة موسى وسواهم. وترك السعدي أكثر من 20 عملا نقديا، أبرزها مواقف فكرية معاصرة عام 1985، ونقد وتأصيل عام 1987، ومن أدب الرواية في تونس عام 1988 وغيرها.